تواجد الآن أمام فندق كلاريجز في وسط العاصمة البريطانية لندن، حيث يحضر ناصر وخالد أبناء المجرم حمد. ونحن هنا كما تسمعون نصرخ بأعلى أصواتنا بما يصرخ به الثوار في البحرين، الشعارات التي يصرخ بها الثوار في البحرين، يسقط حمد ويسقطون آل خليفة جميعا، لتوصل الرسالة إلى الأخوان ناصر وخالد أبناء المجرم حمد أننا سوف نلاحقهم في أي مكان، سوف نلاحقهم في جميع شوارع لندن حتى وإن أتوا بسرية. السكيورتي أغلقوا جميع المنافذ، أغلقوا جميع الأبواب لكي لا يصل أصواتنا إلى الداخل، ولكن الصوت يسمع من الشارع الآخر وإلى الشارع العام، فأعتقد أنهم جميعا يسمعون أصواتنا الآن ويسمعون نداءاتنا.